ويا الكمون وشاي اخضر. والله انا اعتمدت وسويت وحاولت بس ما عادي. اللي هو الزنجبيل والليمون. الزنجبيل مفيد للمعدة ومفيد للرجيم. من أكثر الهبات المتداولة في المجتمع الكويتي تلك المتعلقة بالرجيم، ولكن هل تعتبر هذه الطرق المتبعة سليمة أم يشوبها الأخطاء؟ بحسب آراء التغذية العلاجية، فإن الهبات المتداولة لا أساس علمي لها، وبالتالي تؤثر على صحة الإنسان. طبعاً ما في حمية غذائية تسمى باسم فاكهة معينة أو خضار معين، كحمية تفاح أو حمية سبانخ أو حمية موز أو ما إلى هنالك. لكن المفروض خلال اليوم الواحد نتناول كل المجموعات الغذائية اللي يمثلها شيء إحنا نسميه ماي بليت أو طبقي. طبعا احنا مثل ما احنا شايفين هني هذه مجموعه الخضار ومجموعه النشويات اللي يحتلون اكبر جزء من الطبق، ومجموعه البروتين اللي تتمثل في اللحوم، الدجاج، السمك، مجموعه الفواكه ومجموعه الالبان، وانا ضفت عليها مجموعه الدهون كونها مجموعه اساسيه لازم نتناولها خلال اليوم. لذلك هذه هبات الرجيم اللي نقراها في الانترنت ونجدها على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي اللي تحصر المواد الغذائيه المتناوله في اليوم بين صنفين او ثلاثه بدون لا اعرف شنو هم الصنفين وثلاثه. أنا أقدر أقول لك إن هذا نظام مو صحي على المدى البعيد، طبيعي إن جسمي رح يعاني من نقص معادن، نقص فيتامينات، وممكن يؤدي إلى شيء اسمه مالنوتريشن أو سوء تغذية. هذا الهوس بإنزال الوزن في وقت قصير دفع بالعديد إلى اللجوء إلى أدوية التخسيس، ولكن هل تعتبر من الطرق السليمة؟ أغلب الأدوية هذه لها أعراض جانبية كثيرة. في بعضها يأثر على الكلى، في بعضها يأثر على الكبد، في لها أعراض جانبية كثيرة. ولو تلاحظون لو تتابعون بعض الأسماء الأدوية اللي كانت في قبل 10 سنوات 15 سنة أغلبها انسحب من السوق بسبب الأعراض الجانبية اللي موجودة لها. أما أن هل هي هذه الأمور بديلة لعمليات السمنة؟ لا، ليست بديلة لعمليات السمنة. عمليات السمنة أصبحت الآن ليست عمليات تجميلية، عمليات علاجية. إذن تتعدد الطرق والأساليب من أجل الوصول إلى مواصفات جميلة، ولكن تبقى الرياضة والنظام الغذائي السليم الخيار الأصح. ابتسام رمال، الراي.